نظمت الدفعة السابعة حرب عليا اليوم في الأكاديمية العسكرية العليا ندوة نقاشية حول آلية عمل التوجيه المعنوي ودوره في ترسيخ قيم الولاء الوطني لدى منتسبي القوات المسلحة، وذلك بمشاركة عدد من الدارسين في الأكاديمية ورؤساء الشعب في دائرة التوجيه المعنوي. الندوة التي حضرها مدير الأكاديمية العسكرية العليا اللواء الركن عبد رب القشيبي ناقشت عدد من أوراق العمل الخاصة استعرضت في مجملها آلية عمل التوجيه في الإعداد المعنوي لمنتسبي القوات المسلحة وتنمية روح الولاء الوطني في نفوس المقاتلين وبما يكفل أدائهم لواجبهم المقدس تجاه وطنهم وتحصين مؤسسة الوطن الدفاعية من كافة الاستقطابات المتعارضة مع مهمتها الوطنية.